إذاعة قفصة عين على الحدث. تسمية بشيرة بنت عمر الهدويش من مواليد القيروان من عام 26 في شهر جانفي. يوم مشيت انتخبت قالوا لي ما تنتخبيش، قلت لهم انتخب ليه ما انتخبش؟ حاجة باهية معناها انك تمشي تنتخبي؟ اما لما نفرض روح على خاطر اولادي، ها على خاطر مستقبلكم، فهمت؟ وانا ونهز من معنويات. وانت من المرة الاولى معناها قررتي شكون باش تنتخبي، والا معناها اولادك قالوا لك انتخبي فلان؟ انا ما يقولوا ليش اولادي انتخب فلان ولا انتخب فلان، انا يا حرة، فهمت؟ انتخب اللي يقول عليه ضميري. احنا الشباب نحبوكم تكونوا في رفاهية وتكونوا في حسيس لبلادكم وتكونوا متحمسين لبلادكم وتحمسين لمستقبلكم. ولي تحيا تونس، يحيا تونس ويحيا شعبنا ويحيا أولادنا، وربي ينجحهم وينجح أولادهم وينجح أعمالهم. إذاعة قفصة عين على الحدث.